على المكسيكي ميغيل أنخيل مونجيا بالنقط في الجولة السادسة. فنحن مع الكيك بوكسينج وملاكمين، أحدهما أمريكي والآخر سويدي. الأمريكي بالشورت الأبيض هو بوب ساب، 37 سنة مقابل 35 سنة للسويدي توفان بيراني. توفان بيراني يعتبر اختصاصي في المواي تاي، حيث فاز وأحرز بطولة السويد وأصبح بطلا للعالم في التاي بوكسينج دبليو اس كي دي عام 2006. لكن الأمريكي يعتبر ملاكم كبير وكبير كمحترف وكنجم من نجوم الولايات المتحدة الأمريكية في الكيك بوكسينج، بالإضافة إلى أنه فنان وممثل سينمائي في هوليوود. وأشار إلى أنه حضر إلى دبي للمشاركة في بطولة دبي العالمية ليفوز، ليس إلا فيش كلام. هذا هو الأمريكي الذي نرى على الصورة، بوب ساب. بينما سويدي توفان بيراني يبدو أسرع، يبدو أخف، لكن حذاه من الضربة الأولى والأخيرة. هذا هو الأمريكي ساب، وساب يبحث فعلا على ضربة واحدة وخلاص، باي باي، ربما باليمنى أو الساق، مدام استعمال الساقين واليدين في الكيك بوكسينج من الأدوات الفنية لتسجيل النقاط وللتفوق وللفوز في النهاية. طبعا نظرة عميقة وعمق كثيرا بالزحف نحو المنافس وبلو كيك لم يكن قويا بالقدر المطلوب. الطرف الأمريكي بوب ساب، بوب ساب على اليمين الشوط الأبيض، بوب ساب The Beast، والطوفان بيراني من السويد هناك ينتظره لكن يبتعد عنه. الحكم هو البولندي ميخائيل فاليكورسكي، واحد من الحكام الدوليين في الكيك بوكسينج والمواي تاي. ونهاية أول جولة، نهاية أول جولة مع حضراتكم إلى ثاني جولة في هذه المنازلة من مجموع ثلاث جولات مقررة، كل جولة ثلاث دقائق. هذه هي الثانية، وساق ينتظر مرة أخرى لكن يتلقى ضربة غير متوقعة تماما، ضربة في الكتف أو على مستوى الكتف الأيسر من السويدي توفان بيراني، الأكثر نشاط والأكثر خفة، رغم أن وزن بوب ساب هو 145 كيلوغرام، 145 كيلوغرام لمتر و93 سنتيمتر طولا مقابل 100 كيلوغرام بالنسبة للسويدي
طوفان فيلاني بطل السويد الذي يسقط في دوره بفعل ضربة مركزة كما ينبغي من الأمريكي الذي يحاول كذلك أن يستعيد أنفسه بعد أن سقط متأثرا بضربة في الكتف منذ قليل. الحكم البولندي ميخائيل فاليكوفسكي وعودة السويدي إلى ركنه الأزرق السويدي طوفان إيراني. وهذا أمامكم الأمريكي كان يظهر الأمريكي بوب صعب يحاول استغلال القوة البدنية والطاقة الكبيرة لديه مقابل السرعة مقابل الخفة مقابل المبادرة مقابل الهجوم المستمر من طرف السويدي طوفان فيلاني الذي يبتعد في كل مرة حتى لا يقترب كثيرا ويتلقى تلك الضربة المتوقعة في النهاية أي الضربة القاضية. لذا بدون شك هناك بحث واضح من الأمريكي بوب صعب على الضربة القاضية لكن السويدي يتأثر من نعم وينتهي النزال بعد الإصابة التي تعرض لها. يتأثر هكذا السويدي طوفان فيلاني من إصابة على مستوى قدمه الأيمن ومواجهة هكذا تختتم في الأخير لمصلحة الأمريكي بوب صعب حسب إشارة طلب مدرب طوفان فيلاني بتوقيف هذه المنازلة